وأنا تحت الشرعية وتمثلني حكومة الوفاق ونحن تحت شرعية وزير الدفاع. إن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي هو الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة الشعب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه. المدعو أحمد غرور عنده أكثر من 137 قضية بما فيهم قضايا تصفية. كانوا يخدموا باسم الشرعية وباسم الجيش، مكلف عن طريق القيادة العامة، مكلف عن طريق المخابرات العامة. واللي يقتل باسم الجيش عارفينه من؟ ثانياً نؤيد وندعم القيادة العامة للجيش العربي الليبي والقوة المساندة في حربه ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما نبارك انتصارات جيشنا البطل بقيادة المشير ركن خليفة بن قاسم حفتر في قوة الارتعاش 21/9/2016 جهاز